نأتي للرقية. النبي عليه الصلاة والسلام تفل في إصبعه الطاهر الشريف وضعها في الأرض، ثم قال: بسم الله ربنا، بتربة أرضنا يشفى مريضنا. فسمى الله، وضع إصبعه الطاهر تفل فيه، خلطه بالأرض، ثم وضعه على الجرح ذلك المريض. هل هذا خاص بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لبركة وجوده فيها؟ هل هو خاص بزمانه؟ هل هو في المدينة إلى يوم الدين؟ هل هو في أي أرض يسكنها المسلمون؟ بكل ذلك قال العلماء: والأرجح أن أي ديار إسلامية يجري عليها هذا الصنيع النبوي، فهذه إحدى الطرائق المحفوظة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك لما اشتكى عليه الصلاة والسلام جاء جبريل يرقيه، قال: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك والله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك والله يشفيك، المعوذتان من خير ما يقرأه الإنسان على نفسه وعلى من يحب. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأها في كفي نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم تمسح بهما وجهه الطاهر الشريف، يعني تمسح وجهه بيديه الطاهرتين الشريفتين عليه الصلاة والسلام. فثمة أوراد أذكار ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه السلام: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف شفاء لا يغادر سقما، أنت الشافي لا شافي، أنت الشافي لا شافي غيرك، اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أي يا رب الناس، مذهب البأس أي لا يذهب البأس غيرك، وتنطق من غير همز للمناسبة حتى تقابل كلمة الناس، مذهب البأس، أنت الشافي لا شافي غيرك، ولا ريب أن الله عز وجل لا أحد يشفي غيره، هذا كله يقع بإذنه. ثم قال: لا يغادر سقما أي لا يترك سقما، فيكون قد تمت العافية على ذلك المريض. هذا ما يسمى العلاج بالرقية.